السلام عليكم، معكم فاطمه من قناه ابتسام. كنتمنى تكونوا مزيانين باحسن الاحوال. اول حاجه ما تاخذوش على الصوت ديالي، غتكون مريضه، فالصوت ديالي كان بدو مأثر شويه مي بدا كيرجع شويه بشويه. المهم، بما انه في الاشهر الاخيره كنت كنعملكم بزاف ديال الفيديوهات على منصات التداول، وبالاخص كنا كنهضروا بزاف على منصه ديال بينومو، لهذا قررت اليوم نعملكم هذا الفيديو. هذا الفيديو يكون في حال تكمله ديال كل شيء، يعني الحاجات والاساسيات اللي خصنا نطبقوهم باش نمشيو مزيانين في هاد المجالات. هذا اليوم نحاول ان نعطيكم الاشياء اللي مهمه بزاف اللي تكملنا الفيديوهات السابقه، والحاجات اللي خصنا نطبقوهم باش نمشيو في هاد المجال مزيان، وخصوصا اننا نحاولوا نقللوا من الخساره. هي الخساره في هذا المجال كاينه، يعني ما يجيش شي واحد يقول لكم بدون خساره 100% في مجال التداول. الخساره في هذا المجال كاينه، لكن حنا كنحاولوا اننا نقللوا منها، نزيدوا الصفقات الناجحه ونقللوا من الصفقات الخاسره. يعني شنو غتعملوا؟ الفيديوهات السابقه اللي كنت كنشرح على بينومو تزيدوا عليهم هذه المعلومات هذو، تحاولوا تطبقوهم، ونعطيكم شي حاجات اللي مهمين بزاف في هذا المجال، لانه اي واحد في السويدة سيكون عارف هذا الشيء ويمشي على هذا الشيء باش انه يشوف واحد ناجح في هذا المجال. لكن كاين حاجات اللي ما خصناش نتخطاوهم، انه كاين دائما واحد الحساب تجريبي، بحال منصه بينومو كتعطيك حساب تجريبي ب $1000 ما تقدرش تسحبها، ولكن تقدر انك تعلم بها تداول بها. وكذلك كاين واحد كود برومو نهار اللي تبداو تحطوا فلوسكم، كتحطوا هذا كود برومو وكيضاعف الارباح ديالكم. بالنسبه للمنصه كاينه في الهاتف، في الحاسوب، سواء الاندرويد ولا الايفون، راه بجيبهم كاينين فيهم تطبيق في الاب ستور او البلاي ستور. ودابا ندوزو نيشان باش نبداو شنو هما اهم حاجات اللي خصنا نعرفوهم ونطبقوهم قبل ما نبداو في هذا المجال، واللي انهم يزيدوا النسبه ديال الارباح ديالنا في هذا المجال. بحال اي خدمه وحتى التداول بحال هذا الشيء، ضروري يكون عندك قواعد ويكون عندك نظام باش انك تمشي مزيان في هذا المجال وتقلل الخسائر وتزيد الارباح. نعطيكم واحد العمليه حسابيه اللي واعره واللي تبين لكم انه شحال تكون الارباح ديالكم. مثال، حنا كل نهار كنفتحوا هذه المنصه ديال بينومو وكنعملوا 10 ديال الصفقات، يعني كنفتحوا 10 ديال الصفقات. تخيلوا معايا كاع اذا فتحنا 10 صفقات، 6 صفقات كانوا رابحين و4 كانوا خاسرين، فهنا كيكون حتى راس المال اللي دخلنا به راه خرجنا بالربح اكثر. اشكون اللي خسرنا 4 صفقات ولكن ربحتي 6؟ ومين كتربح 6 كيكون راس المال ياك رجعتيه كامل، كذلك زدتي واحد النسبه ديال الارباح، وهادشي اللي واعر بزاف. لهذا نحاولوا اننا دائما نفتحوا 10 صفقات يكون عندنا على الاقل 4 خاسرين ولا اقل منه، تكون هنا خارج بالنسبه ديال الربح وكذلك راس المال. ونحسب معكم دابا باش تاكدوا. لكن واحد الحاجه اللي مهمه هو هاد الصفقات يكونوا بنفس المبلغ. مثلا فتحت صفقه ب $50، داك 10 صفقات كاملين خصهم يكونوا ب $50 باش كاع اذا خسرت 4 صفقات كيكون رابحه انا. ودابا نوريكم الحساب اي بالكم في الشاشه، وهنا نبداو نحسبوا مع بعضنا. عاملين مثلا 10 ديال الصفقات كما قلت لكم، هنا 10 الصفقات كل مثلا صفقه قلنا تكون ب $50، يعني ضروري كاملين يكونوا بنفس الثمن. المهم درنا 10 ديال الصفقات ب $50، كتساوي راس المال $500 اللي خسرنا، يعني حطينا فيهم $500. كل صفقه يكون فيها النسبه ديال الربح 83%، حيت عارفين بينومو كل يعني عمله كتعطيك النسبه ديال الارباح. حنا مثلا اختاروا الصفقات ولا العملات اللي فيهم 83% ديال الربح، اي الربح يكون في 10 ديال الصفقات. المهم انا اقول لكم دابا التوتال، يعني صفقه واحده نفتحوها ب $50 عطينا تقريبا $91 فاصلة شي حاجة، يعني هذه كل صفقة. مورها نجمعوا التوتال ديال الصفقات باش نعرفوا شحال، مثلا اذا ربحنا ديك 10 صفقات شحال يعطيونا ديال الفلوس باش نقصوا منهم داك 4 ديال الصفقات اللي نخسروهم، ونخليو 5 الصفقات اللي نربحهم ونشوفوا واش نخرجوا رابحين ولا لا. المهم كل صفقة كما قلنا كتساوي $91، لان الربح ديالها $83. اي 10 ديال الصفقات غادي يكونوا ب، انا نحسب دابا يكون الربح ديالهم تقريبا واحد 900 وشي حاجه، نحسب نلقى $916. يعني هاد 10 ديال الصفقات اذا كاملين ربحناهم، كان فتحنا ب $50 وكان الربح ديالهم 83%، يكون 10 صفقات كيساوي $916. قلنا انه ربحنا 6 ديال الصفقات وخسرنا 4، يعني هاد 6 الصفقات شحال ايساويو ديال الربح ديالنا من داك راس المال اللي دخلنا له ب $500. ف 6 الصفقات
هي 549 دولار. أي أي أنه أن ربحهم هاد الست صفقات اللي ربحناهم 549 دولار، أي أنه خسرنا رأس، ما خسرناش رأس المال ديالنا حيت دخلنا ب 500 دولار كما شفتوا، هي 500 دولار اللي دخلنا بها، وخا خسرنا ديك ربعة صفقات وعادك زائد ربحنا 49 دولار، ما خسرنا رأس المال وزائد ربح ديالنا 49 دولار وخا خسرنا ربعة صفقات. ديما خدموا عقلكم باش تخرجوا بأقل خسارة من التداول. ثاني حاجة ضرورية، ضروري تلتزم بالخطة ولا الاستراتيجية ديال التداول ديالك، يعني ماشي كل مرة تبدل ولا تبقى تلعب عشوائي ولا تفتح صفقات عشوائي، لكن ضروري تكون عندك واحد الخطة واحد الاستراتيجية اللي ماشي عليهم وتمشي عليهم دائما. حاجة ثالثة، كل ما كان الإيداع كتر كل ما كيكون تداول أسهل كتر. هنا ما كنقولكش أنا حط الفلوس كتر، إنما أنا كنعطيك واحد النصائح اللي ماشي نصائح من الهوى فقط، وإنما واحد النصائح اللي مدروسين وديجا الناس مجرباهم، وانت هنا انت وجيبك ولا انت وراسك انت اللي تتحكم انك تحط بزاف ولا لا. هنا انا فقط كنعطيك النصائح انه كل ما كان الرقم اللي وضعته كتر كل ما كيكون التداول سهل. وانا نعطيك دابا علاش، انا نعطيك مثال، مثال واحد عنده حساب فيه 1000 دولار، فتح واحد الصفقة ب 10 دولار وخسره، ما يوقع له حتى شي حاجة ويكمل التداول بسهولة. لكن واحد عنده 50 دولار في الحساب ديالو، فتح واحد الصفقة ب 10 دولار هنا يحس، حيت عنده 50 دولار وخسر منه 10 دولار. انا نقول لك علاش، هذاك اللي عنده 1000 دولار خسر 10 دولار، لكن باقي له 99 ديال المحاولات حيت عنده 1000 دولار. لكن هذاك اللي عنده 50 دولار وخسر الصفقة ديال 10 دولار باقي له غير 4 ديال المحاولات. وهنا فيك اقول لكم انه التداول كيكون سهل وحتى التاثير السلبي ما كيكونش عليك. الحاجه الرابعه، دائما افتح صفقات فقط ب 10% من راس المال ديالك. مثال نقول لك انت ما كتفتحش صفقه وحده في وقت واحد، وانما نقولوا كتفتح مثلا 5 ديال الصفقات، فحاول ان كل صفقه تكون فيها 2% من راس المال ديالك. شحال ما كان راس المال ديالك، او لا اذا فتحتي مثلا جوج صفقات في وقت واحد فتحهم ب 5% من راس ديالك، راس المال ديالك 5% من راس المال ديالك. فحاول انه ديما تحتي صفقه وحده ولا بزاف د الصفقات ما يتجاوزوش 10% من راس المال ديالك باش تداول بامان وحتى انت تكون مرتاح. خامس حاجة وهي خسارة مقبولة يوميا، بحال انا نعمل واحد بروغرام مع راسي اقول انه دائما نداول ب 15% من راس المال ديالي، سواء خسرت ولا ربحت صافا نوقف وما تكونش كطمع. وخا السوق يبان لك واعر وتقول لا صافا انا نزيد نخدم نخدم، غتغلب عليك النفسية ديالك وغتقدر تخسر. لهذا دائما كنقول لكم في التداول ما تطمعوا، سواء في هذا التداول هذا ولا بيع وشراء العملات الرقمية، حاولوا انكم دائما ما تطمعوش، فقط اعمل واحد بروغرام مع راسك، انا اليوم غندخل نداول 15% من راس المال ديالي، مثلا فتح 10 ديال الصفقات صاف ربحتهم خسرتهم، ربحت شوية خسرت شوية غنوقف ونرجع حتى غدا ولا نرجع بعد مثلا 8 ساعات ولا حسب انت والبروغرام ديالك. هذا الشيء باش تمشيو مزيانين في هذا المجال. سادس حاجة واللي مهمة بزاف بالنسبة لي هي تحليل السوق قبل وبعد. الناس فيك كتعدل الغلط انها كتحلل السوق قبل ما تبدا الصفقات، فهنا يوقع واحد المشكل انه من تخسر ما تعرفش علاش خسرتي. انا نشرح لكم علاش قلت لكم قبل ما تداول وبعد ما تداول. قبل ما تداول باش كتعرف السوق كيفاش عامل، وبعد ما تداول كنتي ربحتي الصفقه كتحاول انك كيف تشوف كيفاش ربحتي هذه الصفقه، المؤشرات اللي استخدمتي، وكتحاول انك تكرر داك العمليه وكتشوف انها واش ناجحه لك ولا لا. وسواء خسرتي الصفقات كتشوف كيفاش انا خسرت وفاش خسرت وشنو عملت باش خسرت، وكتحلل باش المره الجايه كتخطى داك الخساره ولا كتصحح داك الاغلاط. سابع حاجه وهي خلي راسك دائما تحت السيطره. فحالاش مثال شتي راسك خوفان وما قدرش انك تداول ديك الساعه، ما تداولش، ما تدخلش للسوق وانت خوفان، ما تدخلش للسوق وانت مثلا باقي ما تايقش في هذا المجال. هنا افكارك السلبيه وحتى النفسيه ديالك تخليك تخسر، وهنا تزيد تكره السوق تكره هذا المجال وما تداولش وما تخدم فيه. فالنفسيه ضروري تكون انك مطمئن مرتاح عاد تدخل في السوق. شتي راسك في داك الساعه ما مرتاحش وقف الخدمه ديالك ورجع من بعد ساعات.
ثامن حاجة وهي آخر حاجة هي تعلم ثم تعلم ثم تعلم. يعني ما تقولش صاف أنا وكلا محترف أنا واعرف هذا المجال ما نزيد نتعلم، تعلم راه ما عندوش واحد الحدود، فدائما حاول تعلم وتطور راسك باش أنك تمشي في هذا المجال أحسن وأحسن. واحد النصيحة، بعد دراسات تبتات أنه أغلب ديال الناس كتوقف التداول من نهار الأول ولا الأسبوع الأول، وهذا الشيء شكون اللي كيكمل فيه وكيمشي مزيان؟ الناس اللي كتكمل، الناس اللي كتعلم من الفشل ديالها لو كتكمل هي اللي كتمشي بعيد في هذا المجال. فما تخليش حاجه وحده تحطمك، نهار واحد يحطمك ولا اسبوع واحد يحطمك ولا بعض الصفقات الفاشله تحطمك، وانما استمر وتعلم وهذا الشيء مزيان في هذا المجال. واحد الحاجه كيشوف الناس كيقول لك انا خسرت فلوسي في هذا المجال هذا، خصكم تعرفوا انه النجاح ما كيجيش في حال من الصفقه الاولى تنجح، لا، ضروري خصكم تعرفوا انه داك الخسائر هما التكلفه ديال النجاح. راه ضروري الانسان في الاول كيف سهل كيخسر الفلوس ما كتزقلوش الحاجه، ولكن من كتعلموا من داك الشيء من داك الاخطاء ديالنا منهم فاش كتعلموا. فحاولوا انكم دائما تستمروا وتصحوا الاغلاط ديالكم ماشي توقفوا. واهم حاجه انك تتبع القواعد والنظام وتبروغرامي راسك وتجمع واحد النظام ديالك باش تمشي مزيان. المهم كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كنتمنى ان الفيديو كون نال اعجاب ديالكم، كذلك استفدتوا منه بزاف. شوفوا فيديو جديد ان شاء الله، تهلاو في راسكم وبسلامه.